اللي بعده، ما معاد خط المستقيم الذي مقطع السين سالب 3 ومقطع الصاد 2؟ والله سهلة، ترجم كلمة مقطع السيني معناته سالب 3 الصادي 0، مقطع سيني يعني الصاد 0، والمقطع الصادي يعني سين 0 يعني 0 و2. يعني هاي لو رسمناها على المحاور الإحداثية رسم كروكيك سريع بدون تدقيق وبدون ما نعمل جريد ولا إشي، سالب 3 و0 راح تيجي في مكان ما هون، هاي معناته مقطع سيني. 0 و2 يعني راح تيجي في مكان ما هون. الآن أنا بدي معادلة الخط المستقيم اللي مار بهذول النقطتين، هاي النقطة اللي هي سالب 3 و0 وهاي النقطة اللي هي 0 و2. على طول بطلع الميل، معناته أن أنا مضطر أطلع الميل، بعتبر هاي سين 1 صاد 1 سين 2 صاد 2، إذن الميل يساوي فرق الصادات اللي هو 0 ناقص 2 على فرق السينات اللي هو سالب 3 ناقص 0، ويساوي سالب 2 على سالب 3 ويساوي 2 على 3. الآن بعد ما أطلع الميل بستخدم أحد النقاط ولتكن 0 و2 اللي هي هذه، إذن بصير عندي هون صاد ناقص صاد 1 يساوي الميل اللي هو 2 على 3 في سين ناقص 0. في هذه الحالة إيش رح نقول؟ صاد ناقص 2 يساوي 2 على 3 سين، ومنها صاد تساوي 2 على 3 سين زائد 2. انتهت المعادلة. يعني إذن هنا لإيجاد المقطع السيني، يعني ضع في المعادلة صاد تساوي 0 ثم جد قيمة سين. لإيجاد المقطع الصادي ضع مكان صاد 0، ايوه لا عفوا، لإيجاد المقطع السيني نضع مكان صاد 0 ثم نحسب قيمة سين. لإيجاد المقطع الصادي ايوه نضع مكان سين 0 ثم نحسب قيمة صاد. سؤال: جد المقطع السيني ومقطع الصاد المستقيم الذي معادلته كذا. طب عادي، اسهل طريقة حتى متذكرين اخذناها لما كنا ناخذ في الانماط هاي او نرسم الخط المستقيم سين صاد. حط مكان سين صفر. لما تحط مكان سين صفر بصير 2 ضرب صفر صفر زائد 2 بيطلع 2. اذا هاي صار صفر و2. صفر و2 يعني هاي مقطع ايش هذا؟ ها؟ صادي. ليش؟ لانه هذا وين راح يقطع محور الصادات؟ راح يكون السين صفر. طب حط صاد صفر هسه، لو حط مكان صاد صفر بصير صفر يساوي 2 سين زائد 2. نقول لهناك حل المعادلة، طلع لي قيمة سين. سالب 2 يساوي 2 سين، يعني سين تساوي سالب 1. إذا سالب 1، إذا النقطة صارت اسمها سالب 1 وصفر. إذا هذا مقطع صادي وهذا مقطع سين.